من كام ساعة مات أشهر أسد في التاريخ لحد النهاردة، إسكار. إسكار الأسطورة هو الحاكم الفعلي لغابات منطقة كينيا وأوغندا، قدر يحكمها لمدة 12 سنة متواصلة، وده عكس المتعارف عليه في عالم الأسود. في العادي الأسود الأقوياء تقدر تحكم من 3 ل5 سنين بالكتير. حياته وصلت لأكتر من 14 سنة، ودي مدة متقدمة جدا في الأسود، زي 80 سنة في البشر تقريبا. وقدر إسكار بمساعدة إخواته أنه يسيطر على المنطقة لمدة أكتر من 8 سنين. إسكار سمح لإخواته يعيشوا ويتجوزوا ويخلفوا في وجوده، وده ضد علم السلوك الحيواني، وخاصة الأسود اللي بيحب يكون دايما مسيطر على نساء القبيلة. وكمان حياته انتهت بطريقة طبيعية بدون إهانة أو هزيمة من أسد منافس أو من ضباع معادية، وده برضو مش طبيعي في الأسود. معظم الأسود العجوزة بتكون نهايتها مأساوية. وقت شبابه كان أسد مرعب لدرجة أنه كان يقدر يأكل فرس النهر لوحده. إسكار قدر يدافع عن أرضه قصاد 130 أسد تقريبا. إسكار قدر يخرج مجموعة تماسيح كاملة من منطقته عشان افترسوا شبل. قتل في حياته حوالي 400 ضبع لوحده بأنيابه وأسنانه من غير إخواته. إسكار عمره ما افترس إنسان رغم دخولهم المستمر لمنطقته. بجد ملك يا جماعة، بنتكلم عن ملك مش حيوان.